أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مرور عامين على تحرير مدينة حيس. ما الذي أنجز؟ تحل الذكرى الثانية لتحرير مركز مديرية حيس جنوب الحديدة، ولا تزال المعاناة مستمرة وأسباب النزوح قائمة. آلاف النازحين تتقاسمهم مخيمات النزوح في الخوخة وعدن وأبين ولحج وغيرها. أكثر من 7000 طالب خارج نطاق التعليم، كثير منهم التحقوا بالجبهات دفاعا عن مدينتهم المحاصرة. مدارس خارج الخدمة وعشرات المعلمين ذهبوا للجبهات وانخرطوا في حرف أخرى بسبب انقطاع رواتبهم. مشروع المياه الرئيس متوقف تماما، وتسيطر ميليشيا الحوثي على منابعه بعد أن فجرت خزاناته، ومستشفاه الوحيد أيضا معطل بلا كوادر ولا أدوية، ناهيك عن الكهرباء المنقطعة منذ 4 سنوات رغم الوعود المتكررة بربطها بمحطة المخا. إنسانيا يعتمد الناس على الإغاثة غير المنتظمة، ومع ذلك يتعرض القائمون على إدارة أعمال الإغاثة للمضايقات من شبكات تضررت وفقدت مصالحها. عامان على تحرير حيس، لماذا لا تزال المعاناة مستمرة؟ وأين هي من خارطة السكون؟ نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة بعد متابعة التقرير. عامان منذ اندحرت ميليشيا الحوثي من مركز مديرية حيس جنوب الحديدة. عامان والمعاناة مستمرة، كل ما حدث أن المدينة انتقلت من عهدة الحوثيين إلى عهدة التحالف بانتظار أن تعود إليها الدولة فعلا. في جردة حساب للثمن الذي دفعته حيس مقابل هذا التحرير المنقوص، فقد خسرت المديرية نحو 290 شهيدا، منهم 191 مدنيا، وقرابة 400 جريح أغلبهم من النساء والأطفال. لم يتم تأهيل مشروع المياه الرئيس الذي يفترض أن يغطي حاجة نحو 30,000 نسمة من سكان المدينة. ومنذ سنتين يعتمد الأهالي على خزانات إسعافية جلبتها بعض المنظمات تتكفل بنفقات تعبئتها اليومية بمياه الشرب. ولأسباب أمنية وأخرى لوجستية تتوقف بعضها عن الخدمة، الأمر الذي يفاقم معاناة المستفيدين. رغم المزاعم الأممية عن تهدئة عسكرية في الحديدة، إلا أن حالة حيس تنسف ذلك تماماً، إذ لا يكاد يمر يوم تقريباً دون أن يستهدف المدنيون، فيتزايد عداد الضحايا على مرأى من التحالف والشرعية. عسكرياً يتولى اللواءان 17 عمالقة وغالبية قواتهما من شباب حيس مهمة حراسة المدينة وصد الهجمات الحوثية عنها، لكن قيادات في اللواءين أكدت أن قرار التقدم لتأمين المنطقة بيد التحالف وهو من يمنع ذلك. على المستوى الصحي لم يتم تأهيل المستشفى الريفي الوحيد، بل إن كادره تم سحبهم للمستشفى الميداني المخصص لجرح المعارك، بينما المدنيون يعانون قلة الكادر وانعدام الدواء عدا بعض العقاقير التي يجلبها الهلال الإماراتي وتنفد خلال أيام. على المستوى التعليمي لا يزال نحو 7,000 طالب خارج إطار التعليم نظراً لوقوع مدارسهم في نطاق الاستهداف الناري الحوثي ولالتحاق كثير منهم بالجبهة دفاعاً عن مدينتهم، بينما عشرات المعلمين لا يزالون نازحين من جملة مئات الأسر التي تعاني وجع النزوح منذ سنتين في انتظار استكمال التحرير. واقع حيس دليل ماثل على فشل التحالف وإهمال الشرعية، وبينهما يواجه المدنيون أقدارهم وكأنهم في جزيرة معزولة. جدد بكم الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من حيس رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي السيد صادق بجاش عكيش. أهلا بك سيد عكيش. بداية، ما الذي تحقق؟ ما هو واقع حال حيس بعد ما تناقشه الحلقة عامين من التحرير؟ السلام عليكم. وعليك السلام. أولا مديرية حيس عامان يعني من التحرير المنقوص. نحن الآن يعني نطالب التحالف استكمال التحرير. أبناء حيس مشردين في كل محافظة،
نزحوا من ديارهم إلى جميع المحافظات، إلى أبيان، إلى عدن، إلى المكلا. طبعا الموت في حيث شبه يومي، نمشي مع الموت ونجلس مع الموت، نصبح على الموت ونمشي على الموت. الموت في حيث قبل الأكل وبعد الأكل، في الصباح والمساء، كل شيء في حيث يموت. نموت في المنازل، نموت في المطاعم وفي الشوارع، أطفالنا تموت، نساءنا تموت، جميع البنية التحتية توقفت، الخدمات يعني مشلولة، الصحة لا ترميم للمستشفى، لا يقدم أي خدمات الآن، المدارس يعني ساكنات عسكرية، لا فيش عن تدريس فيها المدارس المتواجدة في أطراف المدينة. طبعا القمامات منتشرة في كل مكان متكدسة، نحتاج إلى نوابير بلدية، إلى توظيف أموال النظافة، نحتاج إلى المشروع المياه الأول في الخدمات، يعني معطل المشروع الرئيسي في مديرية حيث طبعا واقف، تم تدميره نهائيا، المشروع الوحيد مشروع الدنون. الآن نتحصل على مياه من اليونسيف عبر طيبة وعبر مياه الريف عبر خزانات، وهذه الخزانات لا تفي بالغرض خالص أخي. طيب فيما يتعلق بالخدمات بشكل عام، أنت أشرت إلى مسألة المياه وكذا، لكن بشكل عام ما هي الخدمات التي يمكن القول أنها تحسنت، وبالمقابل ما هي التي تدهورت بعد عامين من هذا التحرير الذي وصفته بالمنقوص؟ أخي لا يوجد أي تحسن، لا يوجد أي تحسن أخي في الخدمات. طيب ما هو يعني في نهاية المطاف أنت رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي سيد عكيش، يعني إلى ما يعني هذه مسؤوليتكم، إلى ما ترجع السبب؟ من هو السبب في ذلك؟ نحن نحمل التحالف، نحمل التحالف، أما قادة الألوية ما يقصروش في بعض الأشياء، وهم الآن توفير الأمن على اللواء السابع واللواء 11، أما التحالف لا يمكن يعني يصدر أي توجيهات بالتقدم، ونحن بحاجة إلى توسيع التحرير. التحرير هذا منقوص، يعني أنا الآن محاصر عبر الدائري، بعد الدائري يوجد الحوثي، حيث محاصرة يعني الآن قلت لي أنت بالخدمات، الخدمات لا شيء فيها، لا أم النظافة، لا بوابير، لا صحة، لا مياه، لا كهرباء، لا تعليم. في صياغة آخر، طيب إذا ما تحدثنا عن الأرياف، هل هي في حكم يعني هل هي في حكم حيس محررة أم لا زالت أيضا تعاني من إشكاليات أخرى؟ حيس ليست محررة، حيس ليست محررة خالص، يعني مركز المدينة فقط المحرر، مركز المدينة يا أخي. طبعا قادة الأيوة ما عندهمش أي حب، يقول لك أنا ما عندي يعني أمر بالتقدم، فعلا ما عندهش أمر بالتقدم، يعني مركز المدينة فقط الآن، ونحن محاصرين من جميع الاتجاهات، من الشرق، من الجنوب، من الشمال، معانا فتحة واحدة فقط يعني إلى الخوخة الجهة الغربية، يعني متنفس وحيد فقط الخوخة، إذا في إسعاف معانا أي حاجة عبر الخوخة عبر الجهة الغربية، لكن كل المدينة محاصرة والضرب كل يوم علينا. تفضل بالبقاء معي سيد عكيش، ورحب بمن ينضم إلينا من مدينة حيس، مدير الوحدة التنفيذية الإغاثة بالمديرية سيد بكيل هاشم. ورحب بك سيد هاشم، يعني على المستوى الإنساني كيف هو الوضع في حيس؟ ما هو حجم الاحتياج، وبالمقابل ما هو حجم الموجود من إغاثة؟ أهلا بك. قناة بلقيس، قناة الشعب اليمني، قناة المغلوبين، قناة المجتمع اليمني الأصيل، أهلا بالمشاهدين الكرام، أهلا بكم. بالنسبة ما أحب أن أقوله في الجانب الإنساني أو الإغاثي، طبعا منذ أن تحررت حيث هناك أكثر من 4 إلى 5 منظمات تدخلت، بقية المنظمات عدم تدخلها بسبب الأوضاع الأمنية، لكن المتدخل بشكل كبير هي منظمة رؤية عمل بالجانب الغذائي المدعوم من
من الغذاء العالمي، إلا أن الغذاء العالمي هو الآخر لم يستجيب منذ 2019 إلى هذا العام، منذ عام لم يستجيب لأي حركة نزوح. طبعا هناك حركة نزوح موجودة من خلال القرى الموجودة المتصلة بالمديرية بحيث الموجودة في المهجرين قصريا، هناك أيضا هناك عائدين إلى المديرية، وهذا شكل ضغط على المديرية وكثافة سكانية هائلة، حيث يبلغ تقريبا عدد سكان مركز المديرية حاليا أكثر من 35,000 نسمة، أكثر من 7,000 أسرة متواجدة في محيط ما يقرب كيلو فقط، وهذا السكان يحتاج إلى غاثات، يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى مياه، يحتاج إلى صحة، يحتاج إلى تعليم. وهناك أيضا مشكلة بالنسبة لجانب الإيواء، هناك نازحين لا يجدون الإيواء فقط في أحواش أو في مباني غير مكتملة، وهذا ما يشكل فعلا ضغط على الوحدة التنفيذية والسلطات المحلية بالمديرية. نأمل من المنظمة أن تحرك جانب الإغاثي لهذه المديرية المحرومة بالمواد سواء المواد الغذائية أو الغذاء. الآن أكثر يا سيدي، الآن لدينا أكثر من 2000 أسرة بدون غذاء، أكثر من 2000 أسرة بدون غذاء الآن منذ عام 2019، من بداية 2019 إلى عامنا الحالي، وهو منتظره منهم أكثر من 1400 أسرة نازحة بدون أيضا غذاء وبدون مأوى. وهنا ندعو من خلالكم منظمة الغذاء العالمي والفوضية الثانية بأن تتدخل بشكل جدي لمعالجة الأوضاع، رغم أننا أكثر من اجتماع في الكلاستر والروتشا حاولنا أن نتطرق لهذا الجانب، لجانب الإغاثة ودعم حيث، خاصة وأن هناك كثير من الأسر العائدين لم يتحصلوا إلى الآن ولا سلة غذائية نتيجة لتعنت بعض المنظمات، أو لا أدري ما هي الأسباب التي تمنع المنظمات في الاستجابة لحركة العودة والاستجابة أيضا لمساعدة النازحين الذين إلى الآن ينتظرون المساعدات سواء الإيوائية أو الغذائية أو الصحية أو جانب الحماية. وأخي الأوضاع فعلا مؤسفة في هذه المديرية، وخلالكم فعلا نتمنى أن تعملوا نداء عاجل للغذاء العالمي ومنظمات أيضا منظمات الجانب العام الجانب الإغاثي في التدخل بشكل سريع لإيقاف فعلا النازحين والعائدين، حتى فعلا نستطيع أن نساعد هؤلاء الناس الضعفاء. طيب، في سياق الحديث عن المنظمات العاملة، يعني المنظمات التي يمكن أن الحديث على أنها تتبع التحالف، لنقل مثلا مركز الملك سلمان للإغاثة وكذا الهلال الإماراتي، ما هو حجم وجودها في الميدان هناك؟ هنا تكمن أخي المشكلة. للأسف كنا نأمل من إخواننا في التحالف فعلا أن يكونوا هم رديف للمنظمات الدولية ويكونوا هم موصلهم مثل بقية المنظمات، لكن للأسف تفاجأنا بأن منظمة الهلال الأحمر توقف منذ ما يقارب العام، لم يقدم أي شيء من المساعدات غير ما قدمه في جانب التعليم، إضافة في جانب العلاجات الدورية لبعض المستشفى، لكن الجانب الغذاء للأسف توقف الهلال الأحمر، وأيضا مركز الملك سلمان الذي كنا نعول عليه أيضا الكثير بأن ندعم المديرية بالسلات الغذائية، أقلها أن يتم استيعاب الأفراد سواء النازحين أو العائدين الذين لم يتدخل فيهم الغذاء العالمي. وبالتالي للأسف مركز الملك سلمان نكاد نقول أنه شبه غائب، غير ما تم تحصله من المستشفى من جانب الدوائي أو المستلزمات الطبية منذ تقريبا شهرين، وتدخل أيضا بسيط في جانب توزع تقريبا قبل شهرين أيضا التمور. أخي، الغذاء الغذائي إلى الآن المديرية إلا ما يتم ما يقارب التحرير فقط مرة واحدة تم توزيع الغذائية، وكانت للأسف أبدأ سلة غذائية تم توزيعها لأبناء المديرية. فنتمنى من هذا المركز الكبير الذي فعلا نأمل منه أن يتدخل، ونتمنى أيضا من أخواننا في الهلال الأحمر الإماراتي أن يتم استيعاب يا أخي استيعاب الأفراد أو النازحين والعائدين الذين
طيب. سيد هاجر تفضل بالبقاء أو سنحاول العمل على تحسين الصوت، تفضل بالبقاء معنا. أعود إليك سيد عكيش فيما يتعلق بالحكومة، يعني أنت حملت التحالف مسؤولية كبيرة في هذا السياق، لكن قبل التحالف هناك حكومة، عندما تتحدث مع الحكومة، عندما تتحدث عن المحافظ ربما، لماذا لا تتوفر ميزانية بشكل جيد لتوفير الخدمات لحيس باعتبارها هي الجهة الأولى الأولى بالاهتمام بأبناء شعبها؟ بالنسبة للحكومة غياب كلي للحكومة وجميع مكاتبها في مديرية حيس، غياب يعني مشلول تماما. القائم بالأعمال قائد اللواء 11 وقائد اللواء السابع يقومون يعني بالعمل كامل، لكن وجود الحكومة شبه يعني مشلول، ما وقفش على رجله إلى حد الآن. يعني ما فيش يعني زيارة إلى للمحافظ إلى مديرية حيس ليتطمن يعني على أحوال المساكين والفقراء والمهمشين، ما فيش يعني زيارة رسمية من المحافظ، يعني ما فيش أي لقاء شعبي للمحافظ بالمواطنين وتلمس همومهم. فهمت علي أخي؟ وماذا عن الحكومة؟ هل تتواصلون؟ يعني إذا المحافظ لم يأتي لسبب أو لآخر، هو ليس موجود أو ليس هناك طرف أحد من طرفه لأن يتحدث عنها، لكن هل كان هناك تواصل من قبل السلطة المحلية، من قبل لجنة الخدمات أو المجلس المحلي بشكل عام مع الحكومة بشكل مباشر لمحاولة توفير الاحتياجات التي تتطلبها حيث باعتبارها منطقة لا زالت ساخنة فيما يتعلق حتى بالصراع؟ بالنسبة للمجلس المحلي يعني للأمانة رئيس المجلس المحلي مطهر القاضي هذا رجل بحجم الوطن يعمل ليل نهار من أجل يعني توصيل كل هموم أبناء حيس إلى المحافظ وإلى الحكومة، يتواصل مع الحكومة ويتواصل مع المنظمات، يعني رجل بحجم وطن. هذا الشخص أكلمك يعني بكل صراحة أنا لا أجامله أبدا، لكن يعني قام بعمله كامل للتواصل الفردي. المجلس المحلي يا أخي شبه مشلول، يعني غير متواجد يعني في الميدان، مهلوش في الميدان خالص. شكرا لك. طيب تفضل بالبقاء معي سيد عكيش، أرحب بمن ينضم. إذا سيد عكيش فيما يتعلق بالحديث عن المحافظ، إلى أي مدى هذا الأمر يشكل عرقلة لعملكم وعدم تواجده في داخل يعني بالقرب منكم في حيس بشكل عام، ربما أيضا في محافظة الحديدة أو في حيس بشكل خاص ومحافظة الحديدة بشكل عام؟ أنا أناشد وزير الإدارة المحلية أن يفتح مقر بالخوخة قريب على المواطنين، قريب على التحيتة، قريب على المناطق المحررة، قريب على دريهني. يعني نحتاج إلى مكتب للمحافظ، مكتب رسمي وجميع المكاتب الحكومية، بس المقر الرئيسي يكون بالخوخة مش عدن. المواطن لا يستطيع أن يطلع إلى عدن، نحن بحاجة إلى مقر رسمي يعني في الخوخة منشان المسافة تكون يعني قريبة جدا للتواصل والجلوس مع بعض مع المحافظ دائما على طاولة النقاش. نحن يا أخي مشتتين ممزقين، الإدارة المحلية يعني ما فيش أي تواصل لنا، كل واحد ماسك من السكة طرف، مشاكل داخلية عصفت بالمجلس لا يستطيع الوقوف على قدميه. طيب تفضل المرة الأخرى بالبقاء معنا سيد عكيش، ورحب يعني أسألك سيد بكيل هاشم فيما يتعلق بالحديث عن الأداء الحكومي، يعني أنت تطرقت إلى مسألة توجيه نداء عاجل للمنظمات الإغاثية أو المنظمات الإنسانية الدولية، تحدث عن يعني دور المنظمات التابعة للتحالف، لكن ماذا عن اللجنة العليا للإغاثة؟ ما هو مستوى حضورها واهتمامها بمديرية حيس أو في حيس؟ ماذا تقصد؟ عفوا، ما هو حجم يعني اللجنة العليا للإغاثة، أكبر تمثيل أو أكبر هيئة مختصة بالإغاثة
في الحكومة أو بالنسبة للحكومة، ما هو مستوى حضورها واهتمامها بحيز؟ أخي بالنسبة للحكومة ويتم التدخل الحكومي حاضرا في دعم هذا المجال حتى لا يكون رديف. لا يمكن تعمل المنظمات المجتمع المدني الا ان تكون هناك جانب ايضا تدخل حكومي منظم لهذه العمليه، لكن للاسف ما زال هناك غياب بشكل كلي للتدخل الحكومي، سوى ما يتم به بعض المحافظ في تدخلات طارئه كترميم المستشفى ودعم بعض حوافز. الان بدا بدعم حوافز للعاملين المتطوعين في المستشفى، لكن يظل كانت جهود ذاتيه وجهود سطحيه، لكن نتمنى ان يكون فعلا هناك للامانه غياب الشرعيه بشكل كامل او شبه كامل في تدخلها في المديريه بحيث يتم تطبيع الاوضاع ويكون كما قلنا السلطه هي السلطه التنفيذيه ومع الجانب منظمات المجتمع المدني للتدخل ومساعده الناس. لكن الان منظمات المجتمع المدني هي تسير هناك بشكل كبير في تدخل الخدمات او المكاتب الخدميه في شكل عام. الكهرباء قد تكون منذ قيام الحرب منفصله عن مديريه الحرس، المياه متفجره الذي له اكثر من عامين، البريد متوقف، خدمات الاتصالات ايضا فيها فجاءه، لا يوجد الشبكات لا يمكن ان يتم اصلاحها، كذلك الرعاية الاجتماعية، جميع المكاتب الخدمية تكاد أن تكون متوقفة، المكاتب التنفيذية متوقفة ولا يوجد لديها أي دعم ولا يوجد لديها حضور. فنتمنى فعلا من الحكومة ونتمنى فعلا من الشرعية أن تكون هناك حاضرة في هذا المجال بحيث أن يكون فعلا هناك تواجد للطرفين اللي هو الجانب المنظمات المدني والجانب الحكومي. شكرا لك سيد بكيل هاشم مدير الوحدة التنفيذية الإغاثة بمديرية حيس، كنت معنا عبر الهاتف. بعودة إليك سيد يعني سيد عكيش، فيما يتعلق بالوضع في المحافظة، ما هي أبرز الاحتياجات لجنة الخدمات لتحسين الأوضاع فيها في مديرية حيس؟ عفوا. أولا مشروع ماء متكامل، نحتاج إلى مشروع ماء متكامل نظيف صحي من القاحظ يبعد عن 15 كيلو عن المدينة غربا. نحن بحاجة إلى مشروع ماء، لا هذه الخزانات لا تفي بالغرض وفيها تكثر فيها الأوبئة والأمراض، لكن المشروع المائي نحن بحاجة إلى مشروع ماء يحفر بئر مع الالتواز مع ضخ مع مضخات يعني تضخ الماء إلى الآبار الوسطية وإلى المدينة. رقم 2 النظافة، يعني نحتاج إلى بابور نظافة، نحتاج إلى شاول مستمر لرفع القمامات والمخلفات التي سببت لنا الأوبئة، سببت لنا الكوليرا، سببت الملاريا أثر تكاثر البعوض وأنثى بعوضة الأنوفلس منتشرة جدا، بعوض حمى الضنك منتشرة بسبب هذه القمامات المتكدسة في المدينة. نحن بحاجة قلنا رقم 2 البلدية، رقم 3 الصحة، نحتاج إلى ترميم المستشفى وتفعيل كامل أقسام المستشفى في مديرية حيس وفتح مركز طوارئ يستقبل جميع المرضى. شكرا لك سيد صادق بجاش عكيش رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي، كنت معنا عبر الهاتف من حيس. ورحب بمن ينضم إلينا أيضا من حيس، من هناك مدير مكتب المياه بمديرية سيد محمد عبد الكريم. سيد عبد الكريم، يعني لماذا بعد عامين لا تزال حيس بدون مشروع مياه؟ حياكم الله. اهلا بك. بصراحه التحرير هذا يعتبر تحرير منقوص بمعناها الكلمه. سيد عبد الكريم تفضل. حررت في 5/2/2018 وكان هذا تحرير من قبل الخير، ولكن للاسف الشديد الظاهر انه طلع التحرير منقوص مما سهل لتدمير البنيه التحتيه واولها مشروع مياه الدنيل الذي دمر في تاريخ 22/5/2018. هذه ام الكوارث بالنسبه لحيث، وهذا ادى الى كثير من
من الأمراض، من تفشي البعوض، وكثير الحالات، كثير من الأوبئة المديرية. والمؤسسة أعتقد أنه كثير من المواد حتى الآن أهدفت وأهدفت الدولة لبنان والمدرسين والأعبار وغيرها. الآن لنا سنتين ونحن نطالب بإعادة تأهيل أو استبدال أو مشروع إسعافي، ولن نصل إلى هذه الأشياء. طيب نعم نعم. طيب في سياق الحديث عن يعني هناك أكثر من مرة أو بشكل متكرر هناك حديث عن خطط دراسات لإنشاء مشروع مياه جديد منذ عامين ربما، أين وصلت هذه الجهود؟ أنا سأقول نجد سواء الإسعافات الأولية التي تعتبر مشاريع المياه في الخزانات التي تناظر على مستوى المديرية والحارة والأرزفة، مما يصعب حتى وصول المياه إليها طريقة سليمة لنظرا لتزاحم المباني وتخفيض الأشواء المسقط، وأدى إلى نزول مياه تسريبات في الشوارع، وأدى إلى تكاثر البارود. وإنما هنا دراسة تتركت أكثر من جهة، ونحن الآن قيد المتابعة. إلى حد الآن لم يتم أي تواجد على. إذن أشكرك مدير مكتب المياه بالمديرية السيد محمد عبد الكريم، كنت معنا عبر الهاتف في نحيس، والمعذرة سادة المشاهدين على رداءة الصوت من المصدر. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، الشكر موصول لكم سادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، في أمان الله.